السلام العائلة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم فيديو بدي عليكم من الكوزينه، ما كاينه غير الحداقات 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 والشيوات. المهم بصراحه من البارح انا كنت وحم انا واختي واحد، لكن مثلا انا كنت شاده التليفون وكنت كنتفرج في شي حاجه ولا كنت نشوف شي حاجه وطلعت لي شي شيوه، اكيد ما كتبقاي كتقولي الله، كتبقى في بالك كتقولي خاصني نوض نديرها خاصني نوض نديرها. والبارح انا كنت شاده التليفون وطلع لي واحد الصويره ديال الملوي، واحد طبسيل طبسيلي طبسيل ملويات نسيت في الاخرى. المهم ما شهيتكم فيه وبقى في بالي الملوي، كنت البارح باغا نديرو بصراحه وعجزت عليه عجزت صافي، بقيت كنبدل الذهب ونعسه. وتا انا بعد المرات كتبقى عليكم انك تكونوا تنعزول تكونوا تنعسوا وليداتكم، حتى هما كيجيبوا لكم النعاس كنت نعس وحده صافي قلت حيد عليا. ثاني يوم ان شاء الله وندير واحد الطرح ديال الملوي فاعل تارك. المهم يلا غنبدا ونشارك معكم الملوي والمقادير. المهم عندنا هنايا واحد الجبانيه ديال الفينو، راكم تشوفوا الجبانيه ما شاء الله، شوفوا من يدي راه كبيره هازه. المهم نفس القياس جبانيه ديال الفينو وجبانيه ديال الطحين. هنايا الملحه، عندي شويه الملحه على حسب الذوق، وهنايا شويه السكر، عندي شويه السكر هذا السكر، وهنايا هاد الطاسه اللي باش كتشوفوها بحال هكا هادي راه فيها الخماره ديال الحلوى وما كيبيعوها بحال هكا. عندي غير شويه جهد اللي قدني في الدقيق. حنايا في المغرب كان عندنا الساشي ديال الخماره وما لا هنا كيشريو هاد العلبه. غنبداو على بركه الله. شوفوا انتم قصيريات عند اختي راه كاين على النواع، قلت لها زوينه على القصيريه الجديد عاوتاني منين جبتي القصيريه، عندها قصيريات ما شاء الله بحال هكا كيجيو زوينين تتسقي فيهم. انا نجيب لكم حتى الزينه الثانيه. المهم هضره كتجيب هضره الله يتا نجبدهم. شوفوا هاهم ردات منهم الواليده المغرب، هاهم قصريات زوينين وعندها القصريات العاديين ديالنا هاهم. ولكن انا نخلط ان شاء الله في هذه، قلت لها عطيني ديك المورقه اللي عاطي العين يا اختي. المهم انا نحط الفينو طحين الاخر، بسم الله شويه الملحه شويه السكر شويه باش كيحمر. انا كندير بايدي، يدي كتعرف القياس مزيان، وشويه الخماره نجمعهم بالماء دافي. المهم انا جمعتها ولايني مع البوطاجي، انا ما كنبغيش ندليك في البوطاجي، انا كنبغي ندليك في الارض، حيت مني كتنزلي على الارض كتفورسي عليها جهدك كامل كينزل على الجينه، انا غننزل على الارض احسن. المهم هنايا مني دلكتها مزيان دهنتها بواحد شويه الزيت ونخشيها في البلاستيكه. السر ديالها تخشي في البلاستيكه وتسدي عليها وتخليها ترتاح مزيان باش كيجيك المسمن زوين وكتطلق لك عجينه في يدك. المهم انا كنشدها دابا نسد عليها في البلاستيكه ونخليها ترتاح على خاطرها، وعاد غنرجع عليها من بعد باش نكمل معاكم ان شاء الله. المهم اختي لصقتني قالت لي دير لنا حريشات وما عاودتش معاها الهضره، قلت لها هي الاولى مع ان اختي غادا مسافره خفت يبقى فيها الحال وانا غادا مسافره. المهم ندير لها حريشات يا بسم الله، هذه السميده. المهم عيني ميزان دابا غندير صافي، جهد نيت شي جبانيه من دوك اللي عبرت بهم الملوي، واحد شويه الملحه، واحد الجهد ديال جوج معالق ديال السكر كيحنا عزيزه علينا كنبغيو فيها داك الطعم ديال الحلاوه كيجي زوين. وغندير شويه ديال الفاني، الفاني هما راه عندهم حنايا عندنا الساشيات كلشي ساشيات، هما عندهم مكعليبات النسمه ديال الفاني الفانيلا. ندير واحد شويه تيشات شي شي تخاوي هادشي مابقاش فيه. ومريم ولي حي داروها مابقاش عندك، راه كاين السائل الفاني مابقاش ما كاينش نهائيا. واه جينا خونا ايوا شوف انت شنو هي هذه، هي فاني هذه فاني وهادشي كلشي مسالي، حيت هذه زوينه كتجي البنات بالطعم ديال الفانيلا. هي دابا نديروها بلاش ولا شنو؟ طلبي طلبي من الحانوت، طلبيها من الحانوت. هذه الخمار ديال الحلوى، واحد الراس ديال المعلقه، ايوا ندير واحد جهد معلقه ديال الزبده. المهم نبسبسها بهاد شويه الزبده
المهم راه جبت الفانيلا، درت واحد شويه الفانيلا ودرت واحد المعلقه ديال الزيت زدتها حتى هي. ودابا غنبدا نجمعها بالحليب، نبدا نجمعها بشويه بشويه ديال الحليب. بسم الله. هنايا البنات صافي خليتها ترتاح، عاد بديت دابا نشكل فيها. جبت غير الغلاقه ديال العطريه هي اللي كنقاد بها باش يجي مني مقاد نطاي واحد، وبديت نطيب. المهم الحراشه في طيبو، ما نعاودش ليكم الريحه اللي طالعه ديال الفانيلا كتشهي. المهم من بعد ما العجينه ترخات على خاطرها، بديت كنورق في الملوي بالزبده والزيت، كنخلط انا الزبده مع الزيت، بديت نقرص. انا راه في هاد اللقطات راه باغا نزرب بالزربه، نزرب على الملوي باش نحيدو عليا. كتعرفونا حنا بدينا الملوي في نصاصات الليل، وبنتي مسكينه بدات تبكي ليا وجاها النعاس، الوقيته ديال النعاس ديالها باش تنعس. قلت غنزرب على تقريبا نص ديال الملوي، درتو بالزربه وبقاو ليا شي بعد حبات، عطيتهم لختي مريم كملتهم من بعد وانا مشيت نعس. ذهب ايوا هذا هو الملوي ديالنا، وما حلفنا المهم حلفنا يا اختي تنديروه. وقال لك صعيبه غير البديه، ملي كتبداي في الملوي وتبداي تورقي تستحلاي تقولي شوف كنت عكزانه على والو. ملي كتبداي الخدمه والله ما كيبقى لا عجز لا والو، بالعكس يلا كيدخلك النشاط والحيويه. المهم انا لويت وقديتو. انا نخليكم وحده، ها انتم ها انتم ها انتم الملوي ها من الداخل ها باقي سخونه ها انتم قلبني ريحه الزيت كيقلب المسمن كيقلب، ملي كيقول لي كيطيب المسمن كيتقلب والله الا تبنجت. ها الملاوي ديال اختكم نواره، ها هما هاهما الحرايشات، هانت قولي لي داكشي كيجا شكون هذاك ولا ماشي هو هذاك. صباح الانوار العائله، كي دايرين؟ كصبحتو صباحكم مبروك، صباح الخير والرباح والتيسير. هذا ثاني يوم، البارحه عرقناه بالمسمن ومع تقلبت اختكم تقلبت بدك المسمن. ملي كتكوني طيبيه ضروري ما يدوخك، ضروري شوفوا ملي كنكونوا طيبوا الرفيسه ضروري المقله ما دوخ، انا كنحسها كدوخ. المهم كلينا تشبعنا الحمد لله وضربنا بواحد النعسق. مريم اختي قلت لها دابا عاد ارتاح لك الضامير، قالت لي دابا عاد ارتاح لي الضامير. ها كلينا وشبعنا سالينا الحمد لله. المهم دابا يلا كيف فقنا من دابا شويه، بغيت نفطر وباغا نمشي. انا الصالون واقيلا باقي ما حلوش لتحت، الصالون اللي كنت مشيت ليه باغا نمشي نعاود داك البروتين، حيت كتعرفوا من هنايا بدي كينوض ليا ناض ليا انا هادو ناضوا ليا الدليغاسين النص ديالهم اللورا باقي مزيان مسرح غير القدام هنايا. سولت اختي قالت لي راه كيديروا حتى الجذور، لا بغيتي ديري غير الجذور البروتين بلا ما ديريه كامل. المهم انا ننزل عندهم لتحت وغنشوف، حيت عجبني اخر مره درتو وهناني كيشمش للمغرب راه كندوش كنخرج حتى هنا كندوش كنخرج بلا من هذيك كل نهار صاوبي شعرك جبديه صاوبيه كثر السيشوار والحريق. اللهم البروتين مره واحده. ايوا هذا مكان بنتي راها وكلتها، بنتي راه فطرتها بدلت ليها وغسلت ليها، كنحطها في واحد الكريسي ديال اختي صغير راه جالسه مع بنت اختي هي باقا صغيره بنت اختي حطيتها جالسه لهي. المهم دابا غنوض نفطر اول حاجه عاد نكمل معكم ان شاء الله حبيبي. المهم هذا الفطور غير بوحدي، اختي فطرت الصباح كتنوض مع ولدها للمدرسه، ودي المدرسه مع الصباح فطرات. المهم لبست حوايجي بالزربه باش ننزل الصالون، الصالون ولا تحت تحت الدار ما بعيدش. حطيت تليفوني ما عرفت فين حطيته نقلب عليه. رجعت من الصالون كما قلت لكم كنت بغيت نمشي نعاود داك البروتين، ها هو عاودته شوفوا كان طلع لي لي غاسين ولي غاسين طلعوا لي يعني بحال كان مجعد الشعر. المهم عاودتو، اختي دايره كسكسو ومعنا واحد صاحبتنا جزائريه، لقيتهم صوبوا السكر. غنوريكم الطريقه ديال السكر اللي صوبت لها دابا اختي هنايا. مشات عندها واحد النهار للدار وشافت عندها السكر، السكر كان مربعات
خريطه الصغار. قالت لها منين شريتي؟ قالت لها ما كنشريش، راه كنصاوبو. قالت لها ضروري تعلميني الطريقه كيفاش كتصاوبي. شوف انا نمشي نوري لكم، مفرشينو في الكوزينه باش نوريكم كي داير السكر المصاوب. مصاوب عليها بالسنيده، دابا كيتسناو يكرم. انا غندخل نوريكم. هانتو قولي هانت السكر المصاوب هذا بالسنيده صاوبوه، وهاد المربعات اللي كتشوفو هكا صاوبهم بداك ديال الثلج اللي كيكون في الفريغو، بس صاوبهم. ها هو بدي كرم، هذا كديروه في القهوه تحطوه في هذا. المهم حبايبي يلا غنمشي نتغداو. المهم جيت عندنا صحه حسنه غتاكل معنا ان شاء الله كسكسو. حسنه قلنا اللي كتعرفوها حسنه النقافه، حيت كتعرفوا حسنه ومريم صاحبين، حيت الدار على الدار قريبه يعني جيران. مريم ملي كتكون دايره الكسكسو دائما كتعيط على حسنه تجي تاكل معنا الكسكسو داكشي. ولكن حسنه جات وجايبه معاها، قالت لي اليوم غندير لك مفاجاه جايه لالا، قالت ضروري نحني لك ما تمشيش يدك خاوين لتركيا، وبغات تلبسني اول لبسه. قالت لك يلا كي وصلت من المغرب وبغات تبرزني وفرحوا بيا اليوم يعني قبل ما نمشي. قالت لها كاع اللي جات من الخير. ايوا هي هذه. المهم حنا دابا نمشيو نتغداو ان شاء الله. هانت الكاس كيس يلا حطيناهم باقيين سخان. هاي خيتكم مان قفا ديالنا حسنه. اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مات المفاجات. وانا ومريم متفقنا. أيوة. معايش متفقين مع جوج تاع الليل. اختي ما قالت لي والو مع جوج تاع الليل. اختي راه صحيبتها داكشي علاش ما بغاتش. قلت لها واحد جوج ثلاثه، قالت لي بسم الله. قلت لها ما تمشيش بلا حنا، ندير لها كليسه. قالت لي ديري اللي عجبك حتى صافي غدا. قالت لي صافي خير كما قلت لكم، كنا غنجمعوا على قصير هذا الكسكسو. ما دايره والله ما في بالها، اقسم بالله كنت في بالها. كره درنا مع درنا لها الميك اب ارتست ودرنا جبنا لها الدقه. اختي كنا درت لك الميك اب بحال درت لك. ويلي وجهي راه كيبان غليظ مع الكاميرا هذيك كتقربي. لا هو هذاك. والمهم يلا ها انت حسنه. لا لا شتي حسنه يلا دات قد البرزه. ها انت البرزه في الباروك ونفرحوا. ما غن امتى نوليو نتشافوا؟ ما عرفناش امتى نوليو نتلاقاو، ما عرفناش امتى الكتاب نوليو لاخر. هذاك الشيء اللي كاين. والمهم قالت لي اول لبسه يلا جاتني من المغرب، غدا شنيا انتيا لبسيها الثلث، لبسيها انت الاولى تحني بها بعدا. عندي لباسي وحدين اخرين، ولكن بغيت تلبس شي لبسه اللي تجيها حده قدها، ما تجيها لا كبيره في الكمام لا في الطول لا في والو، باش تقدر تحرك بها وتشطح بها ودير بها تصاورات ونبقاو غير سوفينير. ربي يخليك. ماشي مشكل نبقاو نجيو لتركيا نلقفوا. مرحبا بك. انا جايه تابعك لتركيا. انا في الاول مشى فيها هز الشنطه، قالت لي قلت انا جايبه الشنطه صافي اختي، مابقاش باغي نعيش في الامارات غنمشي معاك لتركيا. ايوا انا جايه نمشي. وهي تاقت حيتاش ما عارفاش بلي غنقفها، عارفه غير الشنطه هزها. قلت لها صافي اختي ما عندي لا خدمه لا والو، نمشي بحالي نعيش في تركيا حتى انايا. اختي قلنا كاع اللي جا من الخير. مرحبا. ايوا بالعكس حنا زوينه وغتمشي وتشوفي فوقاش امتى نشوفوك. خليك لي ليا ثاني ونطير معاك الى هاني، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي. خليك ليلي يسالي ونطير معاك الى هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي. وانا ولو بلعت عناش تاني في الرسالات، كيف تقلب الحنان شوف حالي انا. وانا ولو بلعت عناش تاني في الرسالات. ايوا هاي حسنه بركه خدامه كتصاوب ليا. نقفي اختي نقفي. المهم درنا المكياج على قد الحال، داكشي بيه فيه خفيف ظريف اش ما كانش عارفه عكير وكحيله داكشي راكم عارفين. المهم هاي دارت لي طوين قالت لا لا هادي مدجه ولا ها هنا ندير لك التخميله هنا. هات شنو هو هذا الشيء درتي بالكتاب؟ هذيك زوينه يجيك مع الطرحه. غنديرها لك ما بغيتش، ما غنديرها لكش انا على وجهك، ما غيجيبوا لكش الدفوع، ما عندكش الراجل يجيب لك الدفوع. غنديرها لك غير بحال التخميله. أيه. من نورمال نديرها لك على وجهك، قلع يدك هكا وكتجيك هكا في المنور، كتجي عطيه منظر في النيت. واحد زغريته يا البنت، واحد زغريته. سلام سلام على رسول الله، إلى جا إلى جا سيدنا محمد. ما قالوا نقافه حتى نقافه. شتي هاد التخامه كي جاوها هكا؟ اه شتي قالت لي
خصني غير شي فنيته، خصني شي مساك، جيب لي شي مساك. عرفتي شنو هذاك اللي تاع الفرانه شنو كيقول لي هاد اللعبه اللي درتي؟ هو نورمالمون كيكون تخام، حنا ما كاينش دي بانينا بلاستيك باش من الحنه ما يضيعش القفطان ويديك الحنه تجي باينه.